بسم الله. في ادوات بتساعدني في ان انا ارسم الحوائط متوازية عمودي، يعني حاجات مساعدة. ممكن اظهرها من ويندو، اقول له انا عايز اظهر الكنترول بوكس، فيظهر لي الكنترول بوكس تحت هنا. دي ادوات بتاعت الكنترول بوكس. تمام. مثلا لو انا عندي حاجة كده بالشكل دوت مايل وعايز ارسم حائط موازي عليه، حائط عمود عليه، هاجي هنا اقول له انا عايز حائط عمودي على الحائط دوت، فلاقي ان هو اداني ان انا ارسم حائط عمود عليه. ممكن لحد هنا، ممكن لحد هنا، ممكن نكمل معايا زي ما انا عايز. طيب انا خلاص خلصت لحد هنا. طيب عايز حاجة موازية للحائط اللي احنا لسه راسمينه، هاجي هنا اقول له انا عايز حائط موازي، اكون راسم مول، اقول له المول بتاع اهوت، عايز حائط موازي للحائط دوت، اقول له حائط موازي، وحدد انا حائط اللي انا هوازيه. خلاص بدأ يرسم معايا. طيب لو انا عايز حائط ينصف الزاوية ديت، اقول له انا عايز انصف بين زاويتين، بين دي مثلا ودي، فهو اداني كده ايه النقطة التانية اللي هترسم موازية اهي. ده كل ده في الخط الموازي للخط اللي هو بين الحائط ده والحائط ده. يعني ممكن اقول له ايه انا عايز حائط موازي، اقول له انا عايز انصف بين ده وبين ده، فهو اداني نقطة هي ماشية معايا. ممكن من هنا اقول له انا عايز برضو النقطة التانية تكون موازية بين ده وده، بين ده وده، خلاص ادينا برضو النقطة التانية موازية بين ده وده. ابدأ ارسم الحوض زي ما انا شايف دلوقتي يعني. طيب لو انا عايز ارسم حاجة اوف سيت، يعني عايز ارسم مثلا حائط موازي لدوت، او عايز ارسم حائط على خط معين بس تترسم على مسافة منه، هاجي هنا اقول له انا عايز حاجة موازية، هبدأ ارسم زي ما انا عايز اهو. تمام. وبعد كده هو يقول لي انت عايز المسافة قد ايه، ممكن احرك الماوس او اكتب على طول، اقول له مثلا 8 انتر. خلاص بقى يعني عمل لي حائط موازي للحائط اللي انا كنت لسه راسمه ب 8 متر. طيب عايز اقول له لا، ده انا عايز بقى المرة دي ارسم حائط كذا مرة، فبيقول لي ماشي. ابدأ ارسم الحائط بتاعي. تمام. عمل اوفست مرة مرتين ثلاثة زي ما انت عايز، وتقدر تحرك الماوس او ان انت تكتب، اقول له مثلا 20 انتر. خلاص يبدأ هو يعملها على مسافة 20. والكوردينيت ديت بتساعدنا برضو في موضوع الرسم. الكوردينيت دي ممكن نجيبها من ويندو كوردينيت، ان انا ممكن اقول له انا عايز ارسم وول، وطول ما الماوس بيتحرك كده في الاكس بيتحرك كده في الواي، ممكن اقول له انا عايز ارسم حاجة اكس على مسافة مثلا 25، والواي الواي على مسافة 5. تمام بالشكل دوت. او اقول له اديله المسافة مثلا 25، هو هيبدأ يرسمها حسب الماوس بتاعه فين. ماشي. او ممكن اروح مسهل، يعني ممكن اقول له 25 هو الماوس بتاعك كده هيرسمها في الاتجاه دوت، او ممكن اديله الزاويه اقول له الزاويه بتاعتي مثلا 15. تمام اهي يبدا يرسم لي بزاويه 15 بالار بتاعي. فهي ادوات بتساعد في رسم سواء بترسم حوائط سواء بترسم لاين في الديتيلز، بتبقى ادوات مساعده وسهله جدا ان انت تستخدمها. في برضه حاجه ما عندي هنا اسمها الماجيك وند. الماجيك وند دي لو انا عندي مثلا حوائط، خلينا نرسم أوضة سريعا كده بالشكل دوت، وعايز أعمل لها السلاب، باجي أختار الأداة ماجيك واند، وأجي أروح محدد الحوائط بتاعي أهو سواء من الداخل أو من الخارج. عمل لي إيه؟ تعال نشوفها في F3.